تعد ظاهرة الاتفاقات المخفية بين الأطباء وأصحاب الصيدليات من القضايا المقلقة في واسط، حيث يفتح الأطباء عياداتهم الخاصة بالقرب من الصيدلية التي يتم الاتفاق معها عند كتابة وصفة تكون بتشفيرة معقدة يصعب قراءتها إلا من قبل الصيدلية المعنية. الطب هي بالحقيقة هو عمل إنساني، لكن للأسف الشديد اليوم مستشفياتنا عبارة عن فندقة، يعني حباية برأسة تول ما بها، فيضطر المواطن يراجع للعيادة، زين الفقير ما عنده. الاتفاق هذا حقيقة اتفاق جدا جدا غير إنساني وغير واقعي، ومسألة جدا مهمة أخرى أيضا مسألة التفاوت بالأسعار بين الأدوية، أيضا هذه مسألة جدا مهمة. دكاترة نفس الشيء، لازم ياخذ فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء ويسوي له قائمة كبيرة عليه ما يطلع له 200,000. وبحسب مراقبين فإن أغلب الأطباء يجبرون المرضى بطرق غير مباشرة على شراء العلاج الباهظ، داعين الرقابة والجهات المعنية لإنهاء هذا الوضع. يوجد هناك تعاملات مع الصيادلة وأيضا تعاملات مع المختبرات، يعني المريض عندما يجي للدكتور يجب أنه يفتر على كل المختبر، السونار، الصيدلية، وكذلك الأدوية. الأدوية الدكتور عندما يكتب إلى أدوية يجبر المريض أنه لازم من الصيدلية الفلانية بالذات. هذا الواقع يستدعي تحركا فوريا وحاسما من قبل الجهات المعنية لوقف الممارسات غير الإنسانية وإعادة العدالة للقطاع الطبي من أجل تحقيق نظام صحي يضمن الحق المنصف للجميع. من محافظة واسط، حسين محان، السومرية.